نعم هنادي. وليه هالنعم هنادي يعني؟ ضرورات مهنتي تتطلب مني أن أكون كذلك. ليه جمال زعلان مني؟ عملت لك شيء أنا؟ حاشا لله أن أزعل منك يا هنادي، لكنني هنا لأكون أميناً مع مهنتي هذه. كثيرون هم من أرادوا لي ولك بألا نقدم هذا البرنامج، وكثيرون هم أيضاً من حاكوا الدسائس للمخرج بأن يصفينا خارجاً، كثيرون هم من أرادوا لنا ألا نعرف أي شيء، لكننا سنقدم هذه الحلقة لأننا مكشوفون للغاية في برنامج مكشوف للغاية. معكم فكري خوذة، هلا وخلا. خلينا هلا نشوف جمال شو عم بيصير عندك. تفضل، شو عندك من تقارير؟ نعم معك زميلة هنادي، لنكتشف خيوط الحقيقة. شفت اللي جاسوس أحمد مكية؟ ما بعرفه. مين أحمد مكية؟ لك أحمد مكية اللي بيشتغل معنا بيطلع وزنه طن. وزنه طن؟ ها؟ ما بعرفه، ليش عم بيساوي؟ عم يتجسس على المخرج. هذا أول أول خيط من خيوط الحقيقة لهذه الحلقة. كما قلت لكم، كما أسلفت لكم، هذا سبق صحفي خطير للغاية. معكم فكري خوذة، مكشوف للغاية، هلا وغلا. إلك زميل جمال. ما زلنا نبحث عن الحقيقة لنكشفها للملأ، رغم الأمطار القاسية هنا علينا والغزيرة هنا. قديش عشان فيه؟ 10 ليرات. خدها. بعطيك حقها بعدين. شفت لي هذا الجاسوس ناصر؟ الجاسوس ناصر؟ نعم. ليش؟ مين أنت؟ أنا الجاسوس أحمد. أنت الجاسوس أحمد؟ نعم. كان عم يدور عليك وراح من هون. بحياة الله. مثل ما عم بقول لك. طيب. هذا الزلمة عم تقول لك فتشات. إلي؟ نعم. لمين؟ قدام الأستاذ فيصل، فراس أبو غزالي بالضبط. يعني شو دخله فراس أبو غزالي بالموضوع؟ قال هذا الزلمة حابب يفوت محلك. بدال التمثيل مشان يمثل محلك الدور. يعني المخرج بده يحط مدير انتاج العمل محلي؟ نعم. انت متاكد؟ نعم. انت عم تكذب. انا عم بكذب. ضيع شوي، في مسدس تابع معي. حط المسدس هذا. خذه. هذا المسدس. خذ هذا. سميات. حط هذا احسن، خذ هذا. قلك شغله؟ قلي. لحدلك على ناصر مشان كمل تقريري. طيب. ناصر نصوية؟ نصوية. ماشي. رجع على ورا شوي، ما في داعي اللي بيعمل. شو هيدا؟ كان معكم فكري خوذة، مكشوف للغاية، هلا وغلا. هلا وغلا. يا أمي أنا خايف كتير على جمال الليلة، خلينا نشوف شو عم بصير معه. جمال، جمال. نعم زميلة هنادي، أنا بصدد كشف الحقيقة هنا. أنا هنا في مكان سري جدا، أعمل باستمرار لكشف الحقيقة. شفت لي أحمد مكي الجاسوس؟ شفته وحكيته وكان طالب راسك. عرفت شو بده يساوي؟ لا، شو بده يساوي؟ بده يعين هنادي مدير انتاج، وانت كاميرا محموله، ويقال لهم هدينا المصري. انتبه جيدا، فهمت؟ انت متاكد من الكلام اللي عم تحكيه؟ مثل مالي شايفك هلا ورافع ايديك لفوق. يعني انا بدي انشر هذا الكلام اعلاميا، متاكد؟ نعم، وإذا مالك مصدق اسأل سعد زعزعة. طيب أنا هلا لح بتركك، الله يخليك، مشان بس إلا لهنادي هذا الخبرية مشان نتلافاها. أوكي. طيب جمال شو بدك تعمل؟ هلا شو قصتك؟ هلا وقت تقدم عني الفقرة الثانية. هلا إجا دور هالفقرة الثانية؟ هلا وقتها. طيب روحي روحي أنت، لأنه لا تعلي صوتك. ها؟ يلا يلا روحي. معيش، عساك.
والآن مشاهدينا الكرام كان معكم. اسمع يا فكري يا خولة. تفضل. سأذهب لأكشف لك الحقائق كاملة وأعود. والله يا ريت. إياك أن تذهب من هنا. أسمع. تكفى. بمكان. أيوه. باي. باي. ريثما تتكشف الحقيقة سنقدم لكم مشاهدينا هذا المشهد التمثيلي. نصدك ما شفته. ما شفته. جبت لك الحقائق انه ناصر غشاش. مسك شوي. خليك لفوق. هاي الحقائق. شو عم بتقول هاي الحقائق؟ الحقائق. شو عم بتقول؟ لا هاي ناصر جبت لك اثبات. طيب. ناصر عم غشاك. طيب بتمنى تعطيني. ارفع خليك لفوق. وين مسدس؟ خليك لفوق. هذا المجاكتور مشان نقدم فيه المشهد تبع في بيتنا تاريخ. انا بشكرك كثير على الحقائق اللي جبت لي اياها وعلى البنجاكتور اللي بده يضوي على الحقيقه مشان تعرف. بس رح نترك الساده المشاهدين هلا مع الفقره التمثيليه في بيتنا تاريخ. في لا تحكي شيء انا بحكي. كان معكم فكري خوذة. لفا ما تشوفهم للغاية. هلا وغلا. طل الحلق. ما زلنا نبحث عن الحقيقة لكننا سنجد. لفا لفا جبت لك قسم من الحقيقة. برافو عليك. اضطريت اني ادخل على المشهد واعمل حالي ممثل لحتى جبت لك البيت المميز من شان تعرف حله. برافو. مسيك. اسمع. زر دار ود ان اردت ورودا ودع وردع دارا اود داودا. برافو. هذا البيت فيه سر. عرفت شو هو؟ لا ما عرفت شو هو؟ لا والله ما عرفت. صار لك 3 سنين قاعد واقف عم تيجي تقول سنبحث عن الحقيقه سنبحث عن الحقيقه. ما كنت تعرف وين الحقيقه؟ ما عرفتها. طيب هات قلك ابحث عنها منيح. لسه واقف مثل من الضيق. أنا عم بعتمد على أمثالكم للبحث عنها. شو أمثالنا على طول بدنا يجيبوا لك يعني تقارير؟ بس أنت لازم تبحث حالك يا أخي. مزبوط بس كل شيء بحقه يعني عم تاخذوا مصاري. وإذا عم ناخذ مصاري يعني أنت ما عم تاخذ مصاري على التقارير اللي عم تحكيها؟ بلى. خلاص ابحث عن الحقيقة. جيب السر اللي ببيت الشعر، فهمت؟ ماشي. وليثما يتم البحث عن السر في بيت الشعر هذا إليكم ما يلي. هنادي؟ لوينك؟ لك ليكني هون عم ببحث عن الحقيقة. شفتك شفتك جمال. شو؟ ولا ما في شيء ببيت الشعر يلي ماسكه بإيدك؟ لا بيت شعر ولا بيت بلوط. اسمحني منيح. أنا وبالبوليس سمعتهم عم يحكوا للشباب إنه في عم بيصير. مرحبا. ارفع يديك لفوق. نزلي يديك خليها مرفوعة لأنه هي بتقدمي فيها البرنامج. شو بدي أقول لك؟ مين أنت؟ أنا سردي الغاية. شو عم تحكي أنت وجمال؟ ما عم أحكي شيء. ما عم تحكي شيء؟ يعني أنا كذاب؟ لا لا لا. فوق مجايب لك هدية كمان. هدية؟ إيه. شو هي الهدية؟ ناصر. شو؟ ناصر. ناصر هون؟ إيه. قد علبة السردين كله على بعضه خليه. شو عم تلوطت أنت جمال؟ ماشي عم بحكي بالمرفوع. ارفعي ايدك الثانية ارفعي. ما بعرف ما بعرف شو ما كنت عم بحكي شيء. كنت عم بقول له بس عن البرنامج انه هلا شو بده شو عندنا هلا. امسكي شوي. امسكي شوي. خذي هاد. شو هول؟ ليه هذا؟ لا اثنيناتهم مثل بعض. تشتري؟ ايه. قديش؟ قد ما بدك. 500 ليرة. 500,000 بشتري. ماشي موافق. ايه. لا بقى تحكي شيء بنوبة. لا خلص. ولا كلمة. وعد شرف. توعديني؟ هاتي مسدس. خذي هات ستاتي اكثر. اوكي. مشان الحمايه. اوكي شكرا. يلا خاطرك. اوكي اوكي. باي يا حلوه. باي. هاي. باي. علي الطربوش حلوه. باي. جمال. جمال راح. شفتي يا هنادي؟ شفتي؟ انا نفس الاحساس هلا عايشه هون بس يجب أن نبحث عن الحقيقة. ما في حدا. جمال شو عاد صار عندك؟
هنادي شو هو؟ هلا عندك فقرات تقدميها؟ ها؟ عندك شيء تقدميه هلا؟ ما عم بسمع. بديك لفوق. وين المسدس اللي اعطاك يا احمد؟ شحو هاتيه لسديدك واتيه. هاي بداله هدية. شوي حطيت لك احمد مكية هون يا امي. ليه هو بساعة بهيتي؟ عصرته عصر مثل بندوراي. كمي يا امي يا امي يا امي. اياكي اياكي ثم اياكي انه تحكي شي انت وجمال وراي. مفهوم؟ جمال شو هالحلقة هيدي؟ جمال شو بكني في ايدك انت كمان ما في حدا عندك؟ ساليني يعني انا بسألك. لك هلا اجى الشخص الثاني الاخر وفرجيني هيك بقلب كباية كيف بتكون هون وهونيك يعني؟ اعطيها التخرير معلش. شو جابك لهون؟ يا لئيم شو جابك لهون انت؟ اي هلا سألتني ما زلت. لقد قتلتك والآن تعال ابحث عن الحقيقة يا جمال. جمال هنادي صار في نزل إيدي نزليهم نزليهم الاثنين عندي هون. ايه اه اوكي بيجيك لفوق خليك لفوق. انا 17 روح ناصر خود. لا ناصر مو لك فز انت. جمال جمال شو هو؟ ما قدرت تقصد الفرد وتقتله؟ شلون؟ ما نقدر يا هنادي كل واحد معه 60 فرد. ايه بس ما شايفه ملقوح قدامك. خود هي اثنين. ايه 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 خلي لك لفوق. يا جمال بتجنني. ماني قدران هنادي. شو ماني قدران هنادي؟ شو بجي انا بقتله؟ يا ريت. رفعتك لفوق. شفتي؟ الله يسامحه الله يسامحه جمال الله يسامحه. لك يا جمال. نعم زميلة هنادي. عرفت لك الحقيقة بحذافيرها. بس على كل حال أنا كشفت لك الحقيقة اللي عندي هون. فكري خوذة مكشوف للغاية هلا وغلا.